مساعدة العائلة السورية تتحول إلى شعار انتخابي لحزب الشعب. حزب الحرية يكشف عن برنامجه الانتخابي بعنوان النمسا قلعة الحرية. حزب نيوس يطرح مقترحات جديدة لمكافحة الفساد. تحذير أوروبي تدفق الكوكايين إلى النمسا يتصاعد بشكل مقلق. وتقرير نصف سنوي تراجع مستمر في قطاع التجاره النمساوي فيينا تقدم تذاكر مجانيه لوسائل النقل العامه للطلاب والمعلمين مرحبا بكم في نشره الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم انتقد حزب الشعب النمساوي بي مجددا نظام المساعده الاجتماعيه في فيينا حيث أعلن الأمين العام كريستيان شتوكا عن حملة جديدة ضد نموذج المساعدة. واتهم شتوكا رئيس الحزب الاشتراكي اس بي او بابلا بالسعي لتوسيع نموذج فيينا ليشمل النمسا بأسرها مستشهدا بحالة عائلة سورية تتلقى مساعدات تتجاوز 6000 يورو شهريا. ووصف شتوكا الوضع في فيينا بأنه خارج عن السيطرة. واعتبر أن المساعدات يجب أن تخصص لمن يحتاجون إليها بالفعل، وأعلن أن الحملة الجديدة لحزب الشعب سوف تتضمن شعارات تساؤل عن عدالة هذه المساعدات وتدعو لتعديل النظام وفقا لنموذج النمسا العليا قدم حزب الحرية النمساوي الذي تصدر استطلاعات الرأي برنامجه الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع والعشرين من سبتمبر وأعلن هابت كيكل رئيس الحزب أن البرنامج بعنوان النمسا قلعة الحرية يركز على تعزيز حرية المواطنين وتمكينهم من إقالة الحكومات غير الكفوءة واضاف كيكل ان الحزب سيسعى الى معالجه قضايا الامن والهجره غير الشرعيه بجانب تحسين الوضع الاقتصادي وتشير استطلاعات الراي الى تصدر حزب الحريه المشهد فيما ياتي حزب الشعب الحاكم في المرتبه الثانيه بينما تتقلص فرص اليسار بفعل المخاوف من تغيير هويه البلاد أطلق حزب نيوس اليوم مجموعته الإصلاحية الثالثة والأخيرة قبل الانتخابات الوطنية والتي تركز على مكافحة الفساد وأوضحت رئيسة الحزب بياتي ماين رايزينغا أن البرنامج الجديد يتناول تقليص تمويل الأحزاب السياسية بنسبة 50% وتحويل الأموال الموفرة إلى دعم وسائل الإعلام بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد كما اقترحت تشكيل لجان مستقلة لتقديم اقتراحات ملزمة عند تعيين المناصب وضمان الشفافية الكاملة في النفقات الوزارية وسيتم عرض تفاصيل إضافية في سبتمبر حيث يسعى الحزب للحصول على تقييمات من منظمات الشفافية الدولية لتعزيز المبادرة ألقت السلطات النمساوية تحذيرا من يوروبول بشأن الزيادة كبيرة في تدفق الكوكايين إلى أوروبا نتيجة حصاد قياسي في كولومبيا وبيرو وبوليفيا حيث بلغ الإنتاج السنوي حوالي 2700 طن وهو ثلاثة أضعاف الكمية قبل عقد وفي بيان أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن السلطات بالتعاون مع ألمانيا تراقب الوضع مشيرة إلى ضبط 153.6 كيلوغراما من الكوكايين العام الماضي وركز البيان على أهمية مكافحة شبكات التهريب وتعزيز التضامن السياسي والاجتماعي لمواجهة التهديد أعلن رئيس قطاع التجارة في النمسا راينا تريفيليك عن نتائج نصف سنوية سلبية مشيرا إلى عدم تحقق الإنتعاش المتوقع وشهد قطاع التجزئه انخفاضا في الايرادات بنسبه 0.8% بينما سجل قطاع الجمله انخفاضا اكبر بنسبه 3.8% ومع ذلك ارتفعت ايرادات قطاع تجاره السيارات بنسبه 3.1% فيما تضرر قطاع الاثاث بشكل كبير مع انخفاض بنسبه 12.7% تلاه قطاع الكتب والاحذيه بنسبه 9.5 و9.2% على التوالي ولما تظهر بوادر تحسن في النصف الثاني من العام مع استمرار تاثير الازمه الاقتصاديه على سوق العمل وتراجع التجاره الالكترونيه المحليه اعلن مستشار التعليم في فيينا كريستوف فيتاكي عن خطه لتوفير تذاكر مجانيه لوسائل النقل العام للمدارس الالزاميه بدءًا من العام الدراسي المقبل، ستشمل الرحلات الصيفية والأنشطة اليومية مع توفير بطاقة سنوية مجانية للمعلمين. ويهدف الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على أولياء الأمور وتعزيز فرص المشاركة لجميع الطلاب، مع تحسين الإجراءات وتقليل التكاليف المتعلقة بالتذاكر. وأكد عمدة فيينا ميخائيل لودفيج أن المبادرة تعزز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العامة كما سيتاح للمعلمين الاستفادة من التذاكر المجانية مع تعويضهم عن تكلفة بطاقة المناخ وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم انا ريم احمد امسيه سعيده والى اللقاء